الكلمة الآن لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. سيد رئيس، سيد رئيس الحكومة، نسائلكم حول حصيلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وشكرا. شكرا سيد رئيس. سيد رئيس الحكومة، تكلمتوا لنا اليوم وقلتوا لنا بأنه كاين بزاف ديال البرامج. فعلا كاين بزاف ديال البرامج لمحاربة الهشاشة والفقر، ولكن هي كلها برامج هلامية، وكنلقاو برنامج يمول من برنامج آخر. احنا اليوم كان بدنا نناقشوا معكم برنامج ديال الحد من الفوارق الاجتماعية. مشيتوا جايبين لنا بزاف ديال البرامج عاوتاني كتكلموا عليها، وجبتي لنا عاوتاني برنامج تيسير وبرنامج الأرامل. بالمناسبة السيد رئيس الحكومة، إلا كان كيتمنع على رمالة باش تجمع ما بين التعويض على برنامج تيسير والتعويض على البرنامج ديال الأيتام، فكيتسمح للبعض الآخر بأنه يجمع ما بين تعويض على البرلمان وتعويض في مجلس الأعلى للحسابات، ويجمع ما بين معاش استثنائي ومعاش مدني، وما كاين حتى مشكل. ولكن الفقراء لا، صعيب، ما يمكنش لهم يجمعوا ما بين هاد التعويضات. إلا مشينا نتكلموا على الفوارق المجالية، تكلمتي وقلتي السيد رئيس الحكومة بأنه على كل برلماني أنه يشوف المنطقة اللي هو فيها. أنا برلماني نقابي، الحوار الاجتماعي واقف، اضطرنا كنقابة أننا نديروا مسيرة نهار 11 يناير، واضطرنا أننا نديروا إضراب نهار 20 فبراير، ومسيرة جهوية نهار 24 فبراير. إلا قلت بأنني من أكادير، إلا خدينا الفوارق المجالية ما بين أكادير و10 كيلومتر على تدارت اللي كيسكنها الطبقة العاملة، فوارق كبيرة بزاف، ما فيهش حتى الحد الأدنى للعيش الكريم، الأساسيات العيش الكريم ما كاين. إلا مشينا في الاتجاه الآخر، مشينا لأي تعميرة والأورير ولا القلعة، كنلقاو بأنه الهشاشة واصلة لواحد المستويات خطيرة جدا. إلا مشينا للتشيرة المدينة ديالكم، أيضا غنلاحظوا الفوارق غير ما بين أكادير والتشيرة اللي هو جوج ديال الكيلومترات. إلا مشينا لهنا قريب للرباط، وحنا داخلين القنيطرة كيدوز طريق السيار على عين السبع اللي منطقة جد هشة. إلا مشينا نتكلموا أيضا على المنطقة اللي أنا منها، إلا مشيت نتكلم على بني مسكين، فهاد المنطقة دي بني مسكين مشيت كنقلب على البرامج اللي دارتها الحكومة لصالح هاد المنطقة، ولا برنامج باستثناء برنامج واحد لتتمين السردي والسياحة القروية. هاد المنطقة ما فيها حتى سياحة، اش بغاو يجيو يديروا السواح؟ ما كاين والو. عوض هاد الشيء سيروا ديروا التثمين غير ديال نبتة الصبار اللي الآن راها مشات لكل شيء اللي كانت في المنطقة. هاد النبتة مشات الآن في هاد دوك الأراضي الرعوية ديال هاد بني مسكين، كينبت فيها الآن نبات السدر، لأنه الشباب ديالهم كله مشى للخارج، وما بقاش كل يحيد هذاك النبات ديال السدر. على الأقل وزارة الفلاحة تشوف غير كيفاش دير لهذاك النبات ديال السدر. على ذكر الصبار، البرنامج الوحيد اللي الآن على الصعيد الوطني هاد النبتة هذه ولا هاد الفاكهة المهمة كتمشي. أشنو اللي دارت الحكومة؟ ولا شيء. إلا مشينا للبرنامج اللي كان في المجموعة ذات النفع ديال صبار أي صبع عمران، الآن انتهت. إلى مشينا للبرنامج ديال تفايشوت ديال تيزنيت لتثمين زيت أرقان، مشى لأنه ما فيش الماء والماء والضو. إلى مشينا نتكلموا على المشروع المجالي ديال وزان، ما نطالقش كاع. هذه هي البرامج اللي كتكلموا عليها. إلى نرجع للمنطقة ديال تكلمتوا على التعليم والصحة، نرجع للمنطقة ديال بني مسكين، تكلمت مع وزير الصحة أكثر من 6 أشهر. لا يعقل أنه خص الحكومة تستمع لنا أيضا كبرلمانيين. برلماني هنا كيتكلم على الليشمانيوز مدة ديال سنة هذه، وباقي كيعاود يتكلم عليها مرة أخرى. دار وقت السي حسن. شكرا سيدي.